51 سنة مروا على افتتاح واحد من أهم صروح مصر العظيمة اللي غيرت وجه الحياة، وهو السد العالي، المشروع اللي تحدد فيه جموع الشعب المصري خلف قيادتها علشان يكون أول مشروع قومي بيتم إطلاقه بعد ثورة 23 من يوليو. واحد وخمسون عاماً مرت على افتتاح صرح غير وجه الحياة في مصر، مشروع اتحدت فيه إرادة المصريين مع عزيمتهم وتآزرت من أجله جموع المصريين خلف قيادتها ليكون السد العالي أول المشاريع القومية التي أطلقتها مصر عقب ثورة 23 من يوليو عام 1952. بدأ تشييد السد العالي في 9 يناير عام 1960، واستمرت عملية البناء حتى يوليو 1970، وطوال هذه السنوات مر المشروع بتحديات كثيرة في التمويل ومراحل البناء. كان الهدف الرئيسي من بنائه حجز فيضان النيل، وكان الفيضان يغمر مصر، وفي بعض السنوات حين يزيد منسوب الفيضان يؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية وغرقها، وفي سنوات أخرى حين ينخفض منسوبه تقل المياه وتبور الأراضي الزراعية، حتى جاء السد العالي محدثاً نقلة كبيرة في التنمية في مصر، حيث نقلها من الزراعة الموسمية إلى الزراعة الدائمة، وحماها من أضرار الفيضانات، وأسهم في استصلاح وزيادة مساحة الأراضي الزراعية. كما يعد السد العالي من أهم إنجازات الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. فوائد السد لم تتوقف عند هذا الحد، بل تخططها ليكون السد مصدراً لتوليد الكهرباء. وفي تقرير صدر عن الهيئة الدولية للسدود والشركات الكبرى، تم تقييم السد العالي في صدارة كافة المشروعات، واختارته الهيئة الدولية كأعظم مشروع هندسي شيد في القرن العشرين. تضمن بناء السد العالي مرحلتين، المرحلة الأولى بدأت بوضع حجر أساس المشروع بمنسوب 130 متراً وأساس محطة الكهرباء، بينما تضمنت المرحلة الثانية من بناء السد عملية استكمال بنائه من رخام الجرانيت والرمال والطمي، إضافة للطين الأسواني، بالإضافة لتركيب التوربينات وتشغيلها والانتهاء من محطة توليد الكهرباء وخطوط نقل الكهرباء. وخلال عام 1968 استقبلت بحيرة ناصر الواقعة بالقرب من السد العالي المخزون الأول للمياه القادمة من منابع النيل، لتنتهي عملية بناء السد بالكامل في منتصف يوليو 1970 بتكلفة قدرت وقتها بنحو 400 مليون جنيه مصري. وفي 15 يناير عام 1971 أعلنت مصر رسمياً افتتاح مشروع السد العالي ليكون أيقونة المشاريع القومية.